سنوافيكم كما جرت العادة بحصيلة تتبع الحالة الوبائية لداء كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل منذ مساء الأمس وإلى غاية الخامسة مساء ليومه 19 يونيو 2020 539 حالة جديدة مؤكدة للفيروس أو لمرض كوفيد-19، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ الثاني من شهر مارس وإلى غاية اليوم إلى 9613 حالة إصابة بهذا الداء. فيما يخص عدد الحالات المستبعدة بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة، فقد بلغ مجموعها 496023 حالة مستبعدة. أما فيما يخص نسبة حالات التعافي، فقد سجلت والحمد لله ببلادنا 76 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء 8117 حالة تعافي، أي بنسبة 84.5%. الحمد لله لم تسجل أي حالة وفاة، ليبقى مجموع الوفيات المرتبطة بداء كوفيد-19 محدوداً في 213 حالة وفاة، أي بنسبة إماتة تعادل 2.2%. فيما يخص إجمالي عدد الحالات النشطة، فقد وصل هذا العدد إلى 1283 حالة قيد العلاج، منها 10 حالات صعبة وحرجة، 4 منها بجهة الدار البيضاء ستات، و5 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحالة واحدة صعبة بمراكش أسفي. إذن فيما يخص توزيع الجغرافي للحالات المؤكدة الجديدة المسجلة بجهات المملكة، فهو كالتالي: سجلت 13 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء ستات، و29 حالة جديدة مؤكدة من داء كوفيد-19 بجهة مراكش أسفي، فيما سجلت 13 حالة جديدة في جهة فاس مكناس، و27 حالة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و457 حالة جديدة مؤكدة بجهة الرباط سلا القنيطرة، كلها بوسط مهني وبدون أعراض، خاصة بعد تعزيز الكشف المخبري بهذه الجهة وبباقي مناطق المملكة عامة. فيما يخص الجهات المتبقية، جهة درعة تافيلالت، جرهة الجهة الشرقية، جهة بني ملال خنفرة، جهة سوس مسا، قلميم ودنون، العيون السقية الحمراء، والدخلة وادي الذهب، فهي لم تسجل أي حالة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة. إن وزارة الصحة لا تؤكد على ضرورة احترام وسائل الوقاية من تباعد جسدي وارتداء الأقنعة أو ما يعرف بالكمامة، مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار، كما تشير إلى أنه ومن أجل تجنب انتشار عدوى فيروس SARS-CoV-2 أو مرض كوفيد-19 بأماكن العمل، يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، ومن أهمها نذكر استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، غسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء، والتأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير واحترام المسافة الآمنة بين العمال، والحرص على التباعد الجسدي داخل أماكن العمل بما في ذلك خلال التنقل داخل الورشات وبين المكاتب، مع الحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل. ومن أجل الحفاظ كذلك على تطبيق هذه الإجراءات، فإنه ينبغي على المشغلين أن يحرصوا من جانبهم على ما يلي: إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، وكذا وسائل الحماية المعتمدة باستخدام الدعائم التواصلية المتاحة على موقع وزارة الصحة، مع تأهيل المرافق الصحية في مكان العمل طبقاً لمتطلبات النظافة العامة والتنظيف المنصوص عليها في التشريعات الوطنية،
ونشيد كذلك ونشير إلى ضرورية التزام الإجراءات المواكبة للرفع الحجر الصحي التدريجي والتقيد بجميع النصائح. والسلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الندوة الصحفية اليومية التي تعقدها وزارة الصحة للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بالوباء المرتبط بفيروس كورونا. حسب مسؤولة وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 539 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الإصابات المسجلة إلى حد الآن ببلادنا منذ ظهور الوباء إلى 9613 حالة. أغلب هذه الحالات حسب مسؤولة وزارة الصحة تم تسجيلها بجهة الرباط سلا القنيطرة ب 457 حالة إصابة، كلها بوسط مهني وبدون أعراض، خاصة بعد تعزيز الكشف المخبري دائما حسب ما صرحت به مسؤولة وزارة الصحة. فيما يخص باقي الحالات، التوزيع الجغرافي لباقي الحالات، تم تسجيل 13 حالة جديدة بجهة البيضاء سطات، 29 حالة بجهة مراكش سفي، 13 حالة بجهة فاس مكناس، و 27 حالة إصابة بجهة طنجة الحسيمة. فيما يخص حالات التعافي، تم تسجيل 76 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع حالات التعافي ببلادنا منذ ظهور الوباء إلى 8117 حالة، بنسبة تعافي تقارب 84.5%. لم تسجل حسب مسؤولة وزارة الصحة أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ليستقر مجموع الوفيات ببلادنا في 213 حالة بنسبة إماتة لا تتجاوز 2.2%. كانت هذه أبرز المعطيات التي تضمنه التصريح اليومي لوزارة الصحة.